السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك بخير يا سيدنا. وأنت بخير وعافية. الله يحبك في الله. الله يبارك فيك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي بس سؤال بعد إذنك. اتفضل. طلعت حاجة لبيت من بيت الله والعمال المقيمين على المسجد ركنينها على جنب، فكده الأجر بتاعي إن شاء الله يعني ده ساري ولا نظام إيه، يعني ولا هم أحسبه على الاستخدام ولا أعمل إيه؟ عفوا، المسجد ليس في حاجة إليها؟ لا في حاجة إليها إن شاء الله. طب لماذا لا يستعملوها؟ لماذا لا تتابع معهم تقول فعلوها وأخذها لمسجد آخر؟ يعني أطالبهم إن هم يفعلوا يشتغلوا بيها أو يعملوا بيها يفعلوها شغل يعني. أو تأخذها أنت ترسلها لمسجد آخر. مع جزاك السلامة. الله خير.